هذا وقد توافقت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والوفد الحكومي المشارك في الاجتماع الأول المعني بمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 على مواصلة عقد اجتماعات لاحقة خلال الأيام المقبلة مع تقديم أسئلة واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلسين مكتوبة إلى الحكومة لإعداد الإجابات اللازمة لها. وكان مجلس النواب ممثلا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة سعادة النائب عبد الرحمن علي بوعلي وبحضور سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى السيد خالد حسين المسقطي. قد استضاف الاجتماع المشترك الذي مثل الحكومة فيه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة، كما حضر الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وعدد من أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كلا المجلسين. في مستهل الاجتماع نقل معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة تحياتي وتقديري صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها، مؤكدا معاليه أن سمو رئيس الوزراء قد وجه اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق للتعاون التام مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والنواب. وقال معاليه أن السلطة التنفيذية حريصة على توفير كافة البيانات المالية المتعلقة بمشروع قانون الميزانية العامة وفق متطلبات السلطة التشريعية بمنتهى الشفافية. كما شدد معاليه على أن ما تشهده المملكة من أوضاع مالية استثنائية غير مسبوقة ناتجة عن الانخفاض الحاد في متوسط سعر البيع العالمي للنفط تتطلب تعاونا وتفهم جميع الأطراف إلى أهمية التوافق على صيغة عمل مشترك لتجاوز هذه المرحلة عبر اتخاذ قرارات ترقى إلى مستوى الصعوبات. خلال الاجتماع قدم فريق وزارة المالية عرضا تم من خلاله استعراض نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2007 و2017 ومقارنة نسبة الإيرادات غير النفطية من الإيرادات العامة بين السنوات 2014 و2018 والسياسات المالية العامة للمرحلة المقبلة.